السلام عليكم، هل سمعتم يوما بقصة السفينة التي قضت مرجع وراحت العشرات من الجزر وكانت تبحر في البحر حاملة معها الموت بعينه وقضت بذلك على عشرات الآلاف من الأرواح في وقت قصير؟ وكيف كانت نهايتها؟ إن كانت هذه أول زيارة لك لقناتنا فندعوك للاشتراك بها لتسافر معنا في قصص من عبق التاريخ. قبل 100 عام ونيف ضرب فيروس قوي الكرة الأرضية وتفشى إلى درجة أنه أصاب ثلث البشر في ذلك الزمان وقتل ما يقارب 50 مليون شخص عبر العالم ليترك بصمة سوداء عرفت باسم الإنفلونزا الإسبانية. اختلف الكثيرون عن أصل التسمية أو مصدر انتشار الفيروس، هل كان بإسبانيا حقا؟ أم بمكان آخر غير ذلك، لكن أغلب المصادر التاريخية قالت بأن الفيروس قد انتشر بين الجنود في الخنادق الأمامية للحرب العالمية الأولى، لكن وبعد انتهائها ساهم رجوع الجنود لقراهم ومدنهم في انتشار هذا الفيروس أكثر فأكثر وانتقال عدواه، لكن الحظر الذي كانت تمارسه أغلب الدول على الصحافة وعلى جنودها لم يفصح عن بؤرته الدقيقة، وكانت مدريد أول مدينة تنشر خبر وجود إصابات به، فتمت تسميته بالإنفلونزا الإسبانية بعد ذلك وإن كان قد ظهر خارج إسبانيا. انتشرت الإنفلونزا عبر العالم تقريبا وشملت بذلك مختلف القارات، وفي جنوب أستراليا وبالضبط بالساحل التسماني المتواجد جنوب أستراليا ناحية نيوزيلندا وجزرها المجاورة حدثت قصة مريبة وغريبة الأطوار. فهل سمعتم يوما بقصة السفينة ناشرة الوباء وحاملة شبح الموت وكلما حطت بجزيرة إلا وكانت نهايتها محدقة؟ فما قصتها الكاملة؟ كانت سفينة SS تالون أول عبارة بخارية لنقل الركاب والبضائع استخدمت في تجارة سواحل تسمان وبحر الجنوب الأسترالي في العقد الأخير من القرن 19 والعقدين الأولين من القرن 20. كانت سفينة نموذجية بطرازها في ذلك الوقت. في غضون ذلك آمن سكان العديد من الجزر الواقعة بعرض المحيط الهادئ بأنهم في مأمن من المرض بفضل العوامل الجغرافية التي جعلتهم بعيدين ومنعزلين عن مختلف القارات التي تفشت بها الإنفلونزا الإسبانية، وقد حافظ سكان هذه المناطق على نفس الفكرة إلى حين قدوم سفينة الموت SS تالون لموانئهم. إلى ذلك دخلت سفينة SS تالون الخدمة رسميا سنة 1890 لصالح إحدى مؤسسات النقل البحري النيوزيلندية، وقد تم بناؤها بواسطة شركة بناء سفن اسكتلندية، وقد قدر وزن الأخيرة بأكثر من 2000 طن وبلغت إعداد طاقمها 56 فردا وكانت قادرة على نقل 175 راكبا. في ذلك الوقت كانت جزر صامو الغربية تدار من قبل نيوزيلندا التي كانت قد استولت عليها من ألمانيا في بداية الحرب العالمية الأولى في عام 1914، بينما سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على الجزر الشرقية منها. في اليوم السابع من تشرين الثاني نوفمبر 1918 حلت سفينة SS بمنطقة آبيا الواقعة شرقي ساموا قادمة من ميناء أوكلاند بنيوزيلندا. قبل مغادرة السفينة لأوكلاند أبلغ 2 من أفراد الطاقم عن مرضهما وتم إرسالهما إلى اليابسة، فظن القبطان أن بقية الطاقم بصحة جيدة وأكملوا إبحارهم نحو جزيرة ساموا دون قيامهم بالحجر الصحي. بوصول السفينة إلى جزيرة ساموا في 4 نوفمبر أصيب العديد من أفراد الطاقم بالإنفلونزا وظهرت عليهم أعراض متقدمة، وبطريقها مرت هذه السفينة بكل من فيجي وتونغا وناورو بعرض المحيط الهادئ قبل أن تعود أدراجها نحو أوكلاند. نظرا لعدم إصابة السكان المحليين لجزيرة ساموا فقد تم السماح لهم بتفريغ السفينة مع الإبقاء عليها بالحجر الصحي على رصيف الميناء فقط. أما الركاب المحليون ولكون أي أعراض لم تظهر عليهم فقد تم السماح لهم بالنزول منها نحو اليابسة، وهذه كانت سقطة أخرى من سقطات الموت التاريخية، فقد كانوا حاملين للفيروس وإن لم يكن ظاهرا عليهم. من أجل إكمال عملية تفريغ البضائع والسلع ببقية الجزر فقد استعانت السفينة بقرابة 90 عاملا محليا من جزيرة ساموا
تم نقلهم على متنها نحو بقية الجزر. مع بلوغهم جزيرة آبيا في 7 نوفمبر ظهرت أعراض المرض عليهم وتبين أنهم قد أصيبوا جميعا. بعد كل هذه السنوات تبين أن الخطأ الأساسي يعود لموظفي الصحة بميناء أوكلاند والذين لم يكترثوا لخطورة الوضع، حيث قدموا للسفينة رخصة الإبحار بعد فحص سريع لهم. أخبر كابتن السفينة إس إس تالون الضابط الطبي بالميناء الطبيب أتكن ألا شيء خطير، لكن أخبرني أحد كبار السن أنه كان مريضا في أوكلاند لكنه يبدو بخير الآن. أصيب طفلان من جزيرة ساموا تاو وفاليولو بالصداع أمس ولكنهما استيقظا بخير اليوم. بعد هذا الكلام قام الطبيب باستجواب القس والطفلين، لكن لا أحد كان يشكو من المرض. بعد ساعتين من ذلك كانت السفينة إس إس تالون بأوراق صحية ورخص تسمح لها بالإبحار. في نيوزيلندا تسببت الأنفلونزا الإسبانية في وفاة نحو 10,000 شخص خلال 6 أسابيع فقط بحلول 31 من ديسمبر من كانون الأول، لكن بالجزر التي حلت بها إس إس تالون كان تأثير المرض أكبر بكثير، مات ما لا يقل عن 7,542 شخصا من الصامويين بسبب الإنفلونزا الخبيثة، واستمرت حالات الوفاة بسبب الإنفلونزا حتى عام 1919. وقد عدت لجنة تحقيقنا العدد النهائي للوفيات بحوالي 8,500 شخص، أي حوالي 22% من مجموع سكان ساموا الغربية، في حين تضاعف تأثير الوباء بلا شك بسبب عدم جدية السلطات النيوزيلندية في إجراءات الحجر الصحي واجتماع الأسر حول مرضاها في البيوت، مما ساهم في تفاقم الوضع إضافة لكون السفر بين الجزر لم يكن ممنوعا البتة. بسبب هذا الاستهتار وعدم الاهتمام البالغين في إجراءات الحجر الصحي تحملت نيوزيلندا هذا الخطأ الجسيم الذي قامت به لسوء تخطيطها ولتركها السفينة تغادر نحو الجزر الآمنة من الوباء، ما تسبب لها في هذا العدد الكبير من الوفيات. فاعتذرت حكومة نيوزيلندا لسكان الجزر اعتذارا مكتوبا تم تسليمه في مأدبة غذاء في جزيرة آبيا في يونيو من سنة 2002، كما استفادت من هذه التجربة السوداء والحد من انتشار ومواجهة فيروس كورونا. كان التأثير على ساموا الغربية أكثر حدة في ضوء نجاح السلطات الأمريكية في منع أنفلونزا الجائحة من الحصول على موطئ قدم في الجزر الخاضعة لإدارتها، على الرغم من أنها كانت على بعد حوالي 60 كيلومترا فقط من الجزر التي تديرها نيوزيلندا، فبدون أوامر من حكومته، ولكن بناء على ما تعلمه من الأخبار الإذاعية فقط، وضع حاكم ساموا الأمريكية قائد البحرية جون بوير سياسة الحجر الصحي الصارمة، وعندما سمع عن تفشي المرض في ساموا الغربية حضر السفر من وإلى الجزر المجاورة. أقنع بوير مواطني الجزيرة بتسيير دورية على الشاطئ لمنع عمليات الإنزال غير القانونية، وتم إبقاء الأشخاص الذين نزلوا من السفن التي تبحر من البر الرئيسي الأمريكي قيد الإقامة الجبرية لفترة محددة، كما تم فحصهم يوميا. وقد استمر الحجر الصحي بها إلى منتصف 1920. لا شيء معروف إلى اليوم عن إعادة تشغيل إس إس تالون سفينة الموت بعد رحلتها الكارثية سنة 1918، لكن عام 1925 تم تحريك السفينة مليئة بالحجارة وإغراقها لتشكيل أساس حاجز الأمواج في وايكوكوبو، وهو ميناء صغير في شمال خليج هوك على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية لنيوزيلندا. في حالات السلم أو الحرب دائما ما يموت الإنسان جراء الاستهتار بإجراءات السلامة أو الحجر الصحي أو دون قصد حتى، لكن حادثة سفينة إس إس تالون ورحلتها الكارثية المميثة كانت درسا لنيوزيلندا استفادت منه كثيرا حيال التصدي للأوبئة المستجدة في كل زمان لأجل الحفاظ على حياة مواطنيهم. إلى هنا ننهي موضوعنا، إن أعجبك لا تنسى الاشتراك بالقناة والنقر على زر الجرس ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. إلى اللقاء.